احنا 5 النهارده هناخد درس ثابت ومتغير، وهنعرف يعني ايه ثابت ويعني ايه متغير. الاول كده، لو انا عندي مساله مثلا بيقول لي 3 ايه محيط مربع ح محيط بيساوي 4 لام، يعني ايه ثابت يعني ايه متغير؟ الثابت اللي هي الارقام اللي عندي زي الاربعه، الاربعه دي ثابت. طيب اللام، اللام دي متغير، اي رمز عندي متغير، يعني لام سين صاد عين. ليه؟ لان اللام دي متغيره، انا ما اعرفش اللام دي بكام، فممكن تكون باتنين بتلاته باربعه، هي متغيره. والمحيط برضو متغير، لان المحيط ده بيتغير على اساس تغير اللام، يعني كل ما اللام بتتغير المحيط بيتغير معاها، فهي اللام والحاء متغيرين خلاص. اما الاربعه دي ثابت، اي رقم عندي بيكون ثابت، اي رمز بيكون متغير. بيقول لي هنا إذا كان طول ضلع مثلث متساوي الأضلاع لام، فإن محيطه ح، هو عايز المحيط ح بتساوي إيه؟ محيط المثلث المتساوي الأضلاع بيساوي طول الضلع فيه 3، يعني هاخد اللام دي أضربها في 3 تبقى 3 لام. إذا كان طول ضلع معين س فمحيطه ح، محيط معين زي محيط المربع اللي هو طول الضلع فيه 4، يبقى الحاء بتساوي 4 في س، يعني 4 س. عددين س وص مجموعهم، مسألة المجموع، أما يكون مديني المجموع بطرح على طول يبقى 20، هو عايز الص يبقى 20 ناقص س. عددين س وص أحدهما يزيد عن الآخر بمقدار 3، فإذا كان أصغر العددين ص، أنا معايا كده الصغير، فإن س عايز الس عايز الكبير، عايز الكبير، أما يكون عايز الكبير كنت بعمل إيه؟ كنت بجمع، يبقى هاخد الس بتساوي ص زائد 3، يعني لو معاك الصغير بتديله بتزود عليه الصغير زائد، يعني أصغر عددين ص يبقى ص دي هزود عليها تبقى ص زائد 3. بعد كده بيقول لي إذا كانت العلاقة الرياضية س بتص بتساوي 4 س، يعني ص بتساوي 4 في س، يعني لما أضرب الس في 4 بتديني الص. أكمل الجدول، كل السينات دي مضروبة في 4، السين هي في 4 في 4 في 4 في 4 في 4 في 4، 3 في 4 ب12، 1 في 4 ب4، 5 في 4 ب20. هنا ايه الرقم اللي اضربه في 4 يديني 24؟ 6. ايه الرقم اللي اضربه في 4 يديني 16؟ ال 4. ايه الرقم اللي اضربه في 4 يديني 28؟ ال 7. اذا كان العدد س يزيد عن ضعف العدد ص، ناخد بالنا س تزيد، يبقى الزين هي الكبيرة هي اللي بتزيد عن ضعف العدد ص، ضعف العدد ص يعني 2 ص بمقدار 9، ده المقدار الزيادة. طب احنا قلنا س بتزيد عن الص بمقدار 9، طب يبقى الس دي هي الكبيرة، يبقى الس بتساوي العدد الصغير اللي هو 2 ص زائد 9، لما بكون عايزة كبير باخد الصغير بزود عليه، يبقى س بتساوي 2 ص زائد 9. اشترى مدحت س كيلو جرام من الشوكولاتة ووضعها في علبة ثمنها 5 جنيه، فإذا كان ثمن الكيلو جرام الواحد من الشوكولاتة 28 جنيه، احسب ما دفعه مدحت. الأول أنا عايزة، أنا عندي جبت شوكولاتة وحطيتها في علبة، هحسب ثمن الشوكولاتة لوحده والعلبة لوحدها، ثمن الشوكولاتة هيبقى كام؟ ثمن الشوكولاتة يبقى باخد عدد الكيلوات اللي هو جابها بتاعت الشوكولاتة واضربها في ثمن الكيلو، وبيقول لي سعر الكيلو جرام الواحد 28 جنيه. طب اشترى كام كيلو؟ س كيلو، يعني 28 في س معناها 28 س. وبعدين انا عايزة اللي دفعه، يبقى انا هاخد ال 28 س دي اللي هي ثمن الشوكولاتة وازود عليها ثمن العلبة اللي انا حطيت فيها، يبقى هي دي العلاقة بتاعتي اللي هو عاوزها كده. يبقى الدرس بتاعنا خلص يا سنة 5، واشوفكم ان شاء الله في درس جديد.